الكبيرين سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك في القمه 117، اهم الارقام اللي عندك بالنسبه لك في الاول طبعا تاريخيا، تاريخيا عن ناحيه التاريخ قبل ما نتكلم في نقاط القوه والضعف، في ثلاث نقاط سريعه بس كده بالنسبه للتاريخ. اول حاجه النهارده دي طبعا القمه 117، طب ال 116 اللي فاتوا في الدوري كانت نتائجهم ايه؟ النادي الاهلي كسب في ال 116 اللي فاتوا 43 ماتش، اتعادلوا 47، نادي الزمالك كسب 26 بس، النادي الاهلي احرز 143 هدف، نادي الزمالك جاب 100 هدف. طب ايه الرقم في الحاجات ديت؟ الرقم النهارده النادي الاهلي ان شاء الله لو كسب هيبقى الانتصار رقم 100 على نادي الزمالك في جميع المواجهات سواء الرسميه او الوديه، يعني لو جمعنا سواء بقى هم لعبوا في كل البطولات، يعني لعبوا في الدوري، لعبوا في كاس مصر، لعبوا في دوري منطقه القاهره، لعبوا في كاس السلطان، لعبوا في دوري ابطال افريقيا، لعبوا في السوبر، بالمباريات الوديه هنلاقي ان المجموع كله 232 ماتش، النادي الاهلي كسب 99، نادي الزمالك كسب 57 بس، اتعادلوا 76. إذن النهارده إن شاء الله بالفوز بإذن الله النادي الأهلي هيوصل للفوز رقم 100، ده رقم مهم جدا. تاني رقم معانا، الناس دايما تفتكر ماتشات الأهلي والزمالك لكن لما ما تعرفش إيه النتيجة اللي دايما بتتكرر بشكل اللي في يعني في فوز الأهلي على الزمالك، أكتر نتيجة اتكررت إيه؟ أكتر نتيجة هي 2-0. اتكررت 23 مرة بنسبة 22% ونص، 22.7% من نتائج المباريات، أكتر نتيجة 2-0. يليها 1-0. يليها 2-1، يليها 3-0. اذا اكتر اربع نتائج دول يهمونا قوي، يعني حصلت تاريخيا 2-0 اتكررت 23 مره، 1-0 اتكررت 17 مره، 2-1 اتكررت 16 مره، 3-0 11 مره. طبعا النتيجه الاكبر هي 6-1 في النادي الاهلي، طبعا في فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. نعم. تالت معلومه معانا، كانت الصفحه الرسميه لنادي الزمالك نزلت ان اخر ثلاث مباريات ما بين الاهلي والزمالك ان نادي الزمالك كسبهم، ورغم ان كان في مباراه السوبر انتهت بالتعادل وخلصت بركلات الترجيح، نتيجه التعادل طبعا بتتحسب، ركلات الترجيح مش بتتحسب فوز في الاحصائيات، فالمعلومه دي مش صح. طب تعال نشوف بقى ايه الرقم الصح، ايه اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ النادي الاهلي. اطول سلسله لا هزيمه كانت يعني النادي الاهلي عاملها في الدوري، عاملها في الكاس، عاملها في دوري ابطال افريقيا. في الدوري كانت 16 مباراه، النادي الاهلي قعد من يوم 28 ابريل 1978 لغايه 21 سبتمبر 2015، طب 16 مباراه النادي الاهلي قعد 37 سنه ونص، 37 سنه وخمس شهور ما يخسرش من نادي الزمالك، دي اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ في الدوري. في الكاس برضو النادي الاهلي قعد 8 ماتشات، 17 من 17 سبتمبر 2007 لغايه 26 ابريل 2018 ديت كانت 8 مباريات، 10 سنين و7 شهور النادي الاهلي ما كانش بيخسر من نادي الزمالك. طب بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي عمره ما خسر من الزمالك في البطوله دي تحديدا، اتواجهوا 8 ماتشات من يوم 25 سبتمبر 2005 لغايه الوقت 13 سنه و6 شهور، ديت اطول سلسله لا هزيمه. لما تيجي تتفخر بحاجه لازم يعني تشوف الارقام الصح. النادي الاهلي قعد في الدوري 16 مباراه، في الكاس 8 مباريات، في دوري ابطال افريقيا 8 مباريات. دي كانت بس معلومات تاريخيه كده في البدايه. طبعا هنخش بقى على المقارنات. اول مقارنه معانا مقارنه ما بين لاسارتي وجروس في الدوري. ايوه، ايه